السلام عليكم، توجور نكمل مع الدروس تاعنا. فقط توضيح في الدرس اللي فات، هنا يكتب بيبليك، هذا مكان يكتب بيبليك باش تفهم احسن، باش تفهم باللي هاد لا تريبي بيبليك. كي كملنا بيبليك نروحوا للدرس تاعنا اللي هو ستاتي بريفيت. واش معناها بريفيت؟ تروح عند لا تريبي تزيد له بريفيت قدامه هكذا، بريفيت انت ا رسوا 5. لاحظوا خرج ايرور هنايا، علاش خرج ايرور؟ كون دير ا بوان وراه الا هذاك اللي كريناه، محال محال يخرج باسكو هذا بريفيت. قلنا لاكسي تاعو يكون في لاكلاس تاعو برك، ولا تحتاجو في دي زوتر كلاس عليك باستعمال الجاتو سيت، راح تحطو عليهم في الدروس الجايه هذو. ها ا بوان والو ما حب يعطينا والو، كون نروح لاكلاس تاعو، كون نروح لاكلاس تاعو نحب ما في شيء ليه. سيستم بوان اوت بوان برينت ندير له هنايا ا، يمشي باسكو في لاكلاس تاعو، يمشي عادي كون نكزي يمشي عادي هكذا باسكو في لاكلاس تاعو. كون نروح لاكلاس بي، لاكلاس بي نحب نجيب الأ، ندير هنايا سيستم بوان اوت في الكونسيكتور هذا بوان برينت لان، نكتب أ بوان محال يجيب، ديرلو سوبر باسكو إيريت سوبر بوان أ، مكانش مكانش كاع كيفاش تجيبو. دونك كيما قلنا بريفيت معناها لاكسي يكون في لاكلاس تاعو فقط، لي زوتر كلاس ما يقدروش ياكسيدو ليه، لازم يستعملوا الكات، لازم نستعملوا الكات وسات. دوك نحبوا نافيشو هذا الميساج 5 في لاكلاس تاعو، نروحوا لاكلاس مين، لاكلاس مين نديرو هكذا هنا ا لوبجي برك، ولا دير لا ميثود ستاتيك وخلاص. واش سمينا لا ميثود هذه بوان ا، هذا كونستركتور اللي طافيش هادير موش ميثود. لاحظوا هلا هو اللي داخل كونستركتور والخمسة تاع ال A، هذا واش معناها البريفيت باكسي يكون غير في لاكلاس تاعو. كون نحب نستعملو في زوتر كلاس لازم نستعملو الكاتو سات. هكذا نكونو كملنا الدرس تاعنا، نلتقي في الدرس القادم ان شاء الله.